شخصية رياضية جزائرية تتمنى ليلى ينجز فيلم وثائقي عليها. حسيب أبو المرقة، إيمان خليف، أم رشيد مخلوفي؟ شوفي إنه يستاهل نعمل عليه شيء. ثلاثتهم، لكن الأولوية اللي رشيد مخلوفي. مخلوفي لماذا؟ إيمان تتهافت عليها القنوات الآن بعد ما أن تنمرت عليها الأوروبية، ولكن عندي رسالة لها عبر هذا البرنامج. يعني اليوم من وقف مع إيمان خليف؟ الجزائر قيادة وشعبا. صحيح. وكل الجزائريين في كل مكان. صحيح. اليوم تتهافت عليها القنوات الأوروبية والعالمية وتطلب منها أن تصور معها فيلم عن حياتها وكذا. اليوم نطلب من إيمان الأولوية للمبدعين الجزائريين المتفوقين، لأن هم كانوا وراك في كل مكان من مختلف أنحاء العالم، فخلي بريوريتي للجزائريين ثم يجي البعض. جميل، نصيحة جميلة من مرأة ناجحة هي كذلك سفيرة للمرأة الجزائرية.